الاشتراك مع حضراتكم ان هي عمليه الوصول الى الدعم النقدي. احنا بنعتبر البطاقات التمويليه حاليا هو كريدت مش مرتبط بسلعه، يعني ده كارد عليه قيمه للاسره ياخد بيها سلعه غير مرتبطه باي سلعه تمويليه. النهارده عمليه ربط السلع التمويليه دي، ده كان المطلب اللي انا جيت لايه، ان البطاقه التمويليه حره والخبز في نفس الكلام برضه حر، ان المواطن بياخد الخبز اللي بيكفيه وما يتبقى من قيمه الخبز اللي للمواطن بياخد بيه سلع كما يشاء. نفس الكلام في البطاقات التمويليه، هو ليه قيمه في البطاقه التمويليه ب 18 بقت 21 جنيه، عدد افراد الاسره بياخد ايه بالقيمه، خسرانه او تتوقف. فلابد ان احنا نراعي ان هذه الشركات لابد انها تعمل وانها تبقى ناجحه وانها تحقق في نهايه السنه وعندها عماله بنحافظ عليها. باكد قدام حضراتكم ان الكلام ده كان اتصال في موضوع السكر، ان لا قيود على القطاع الخاص في الاستيراد. لا قيود على القطاع الخاص في التعامل مع البنوك. ان كان في كان مبرر ان السعر في الرسمي بشكل والسعر اللي خارج البنك بشكل، النهارده في توحيد سعر العمله. فانا باكد تاني يا فندم ان لا قيود على القطاع الخاص في استيراد المطالب التموينيه للدوله. القطاع العام لا يعمل بمفرده، القطاع العام والقطاع الخاص ذراعين للعمل في السوق المصري. برضه كان القطاع الخاص قال ان احنا فرضين رسوم حمايه على السكر، مطالب السوق المحلي من السكر الشهر اللي فات. تدخلت وزاره التموين باوامر من الدوله لتغطيه هذا النقص. ان انا اصرف للسلاسل التجاريه وللمصانع وللشركات التجاريه وللمعبئين اللي هم بتوع التوزيع، ثم ننصب بالسلعه الى انتاج زراعي وتصنيع ما يكفي السوق المحلي ونصدر. انما احنا بنستورد يا فندم من 70 الى 97% من مطالبنا التموينيه. حتى المنتج المحلي، يعني لو قلنا ان احنا عندنا صناعه دوادم هنلاقي جميع مراحل المكونات هذه الصناعه مستورده. الكتكوت مستورد، العلف مستورد، التحصينات مستورده، عشان حضراتكم تبقوا في الصوره. النهارده لما اقول الدولار ب 8 جنيه 80 قرش بقى ب 16، لازم نبقى حاطين الكلام ده في الاعتبار. انا فندم عندي شركات المنتجه لشركات قطاع عام وقطاع عمال، وليها موازنات في نهايه شهريا 70,000 طن سكر للمجمعات الاستهلاكيه والبطاقات التموينيه. نتيجه احجام القطاع الخاص الشهر اللي فات عن انه يدبر مطالب السوق المحلي اللي هي عدا البطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكيه. الاسباب عدم وجود الدولار او الدولار في البنوك بسعر وهو بيدبره بسعر اخر، او ارتفاع سعر السكر عالميا انه كان ب 440 445 الى 635 دولار للطن. في هذه الاسباب مجتمعه